اهلا بيكم في مطبخ دودي. وصفة النهاردة هي جرانولا بار. الجرانولا بار ده هو عبارة عن بار مكون من مكسرات وحاجات تانية كتير، بحيث ان هو يدينا احساس بالشبع ويشبعنا، وفي نفس الوقت يبقى سعراته الحرارية قليلة، وده يساعد طبعا في عملية التخسيس. طيب مكونات البار ده عبارة عن ايه؟ بلح طريق منزوع النوى، وشوفان، وملح، كاجو مقطع، وزبيب، فستق مقطع، ولوز متقطع، وعسل نحل، وزبدة فول سوداني. عندي في طاسة على النار هحط أول حاجة الشوفان. هقلب في الشوفان بحيث بس إن هو يسخن على النار، لأن الجرانولا بار ده أنا مش هسويه في الفرن، فأنا كده بسخن بس الشوفان مجرد حوالي 3 دقايق على النار، على نار طبعا من هادية المتوسطة، مش نار عالية عشان ما يتحمص معايا، ومش انا مش عايزاه لا يتحمص ولا عايزاه يتحرق، انا عايزة بس ان انا اسخنه. بعد ما قلبت الشوفان بالشكل ده وسخن معايا، افضيه في بولة، وفي نفس الطاسة على النار، في نفس الطاسة احط اللوز المقطع، احط الكاجو المقطع، والفستق المقطع، واقلبهم برضو من دقيقتين لثلاث دقايق لحد اما المكسرات دي تبتدي تطلع الزيوت الطبيعيه الموجوده فيها. بعد ما المكسرات خلصت معايا بالشكل ده، افضيها فوق الشوفان في البوله اللي انا حاطه فيها الشوفان، واقلب في نفس البولة دي، ارفع الزبيب وارفع ربع معلقة الملح، واقلب المقدار ده كله مع بعض. الطاسة اللي على النار هرفع زبدة الفول السوداني، هرفع العسل، واقلب مع بعض. طبعا اقلبهم على نار هاديه، انا عايزاهم بس يسخنوا واللزوجه بتاعتهم تقل شويه، عايزاهم يفكوا على النار عشان لما احطهم على الخليط ده يبقى طري. اقلب على نار هاديه لمده دقيقه واقفل النار. بعد كده احط البلح الطري في الكبه واطحنه في الكبه بحيث يبقى مهروس وناعم. كده ده خليط البلح بعد ما طحنته في الكبه. طبعا اثناء ما بطحنه في الكبه ممكن احتاج ان ازود شويه ماء صغيرين عشان يبقى بيوري بالشكل ده. احط خليط البلح على خلطه الشوفان بتاعتي والمكسرات، واحط خليط زبده الفول السوداني مع العسل برضو احطها كده على خليط الشوفان والمكسرات، واقلب المقدار ده مع بعضه. بعد ما قلبته وبقى بالشكل ده وجهز معايا، في صينية تكون مستطيلة افضي الخليط فيها. طبعا انا ببقى حاطة في الصينية ورق زبدة، او لو ما عنديش ورق زبدة ممكن اديها دهنة بسيطة جدا من الزيت. طبعا ورق الزبدة افضل عشان ما استخدمش زيت وما خليهاش ما خليش البار ده دسم او كده ويبقى فيه اي مادة دهنية. افردها على شكل مستطيل وبعد كده احطها في التلاجة تسقع. نقطعها على شكل مستطيلات ونحتفظ بيها في التلاجة. وبالهنا والشفا.